احب اهني انفسنا اولا، انا بالذات بحكم اني انا عازف قانون واشوف صناعه قانون سعوديه من اخوي الفنان عازف القانون، والان يعتبر صانع القانون استاذ حسين القرشي اللي ما شاء الله تحفنا هذه النموذج الثاني انا اللي بشوفه من صناعته. والصراحه يعني ما شاء الله في الصوت والعرب لا يفرق عن الصناعات العالميه مثلا في مصر او في العراق او في سوريا، فان شاء الله يعني يكون هنا قدوه للبعض الزملاء الصانعين. كذلك انا كمان يعني اشجع الاخوان اللي دائما بيبتكروا الاشياء الجميله هذه، زي اخونا برضه الاستاذ عبد الله القرني يعني بدا الان يصنع قوانين، ولكن هنا الاول اللي اول واحد فعلا فكر في صناعه القانون السعودي هو الاخ حسين القرشي، فاهنيك على هذه الصناعه والف مبروك، وان شاء الله نشوف كمان اجيال واجيال منكم كثيره، يعني احنا نفتخر بحاجه نحن الى صناع زيكم، فما دام هذه المقاسات وهذا الجمال وهذا الصوت فيه اهنيك على اللمسات الجميله وبالتوفيق دائما ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. والله بدي اقول حاجه بس بسيطه، thank you.